السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. ياسر من الإخوة يعني اتصلوا بي وقالوا لي شبيك ما عادش تعمل فيديوهات بالصورة. يا أخي قلت لهم يعني على حسب نوع الفيديو ساعات محتاج باش نعطي معلومات وأدلة وصور، لهذا معنتها أكتفي بعبارة على فيديو وثائقي. ولكن طبعا عندما ميكونش فما محتاج باش نعطيه وثائق متاعنا والشخص خلوه يبحث وحده، وقتها نعمل فيديو بالصورة. كما هذه الفيديو حبيت نعمله بالصورة على خطر حبيت نتكلم على بعض النقاط الأساسية والمهمة قبل ما ننتقل للمرحلة اللي بعدها. احنا الهدف متاعنا من هذه الفيديوهات ما هوش دراسة التاريخ بصفة عامة، وإلا تاريخ الحضارات اللي توجدت القديمة، وإنما الهدف متاعنا هو معرفة الخريطة التاريخية والتطور الطبيعي للبشرية اللي وصلتنا إلى ظهور ما يسمى بالأديان الإبراهيمية. أنا الهدف متاعي ما هوش التاريخ بحد ذاته، أكثر شيء نحب ناخذ فكرة على التاريخ باش نجمو نفهمو شنو وقع في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة جدا مهمة. وتو نعرفوا معناتها في هذه الفيديو علاش هذه معناتها المنطقة تعتبر مهمة. تكلمنا في الفيديوهات السابقة حول تطور الإنسان وكيفاش تطور بشوية بشوية وكيفاش وصل لما يسمى الإنسان العاقل. بعض الأشخاص يقول لك علاش البشرية قعدت ملايين السنين باش تتطور، يعني الإنسان يعني نجم نقوله بداية الإنسان ظهر يعني قبل مليون ولا زوز ملايين سنة، من بعد نجيو احنا مثلا في 15,000 سنة الأخيرة ويوقع تطور معناتها مفاجئ، يعني مش معقول هذا. يعني معناتها العقل الإنساني وقت يفكر يقول لك علاش يوقع تطور مفاجئ هكايا وتوصل البشرية لهذه المرحلة، لماذا هذا ما يسمى الانفجار الإنساني لم يقع قبل مثلا 500,000 سنة؟ هذه نقطة ياسر مهمة، وهذه يعتمد عليها بعض الناس من أجل الترويج للأكاذيب والقول أن الإنسان اللي موجود توا هو نتيجة صنع أو اختراع مخلوقات فضائية كما قالت الحضارة السومرية، أو يقول لك هذا نتيجة وحي من السماء هو اللي غير الإنسان. وهذا خاطئ، لأن وقت ننظر للطبيعة للكون دائما التغييرات توقع ببطء مدة طويلة ثم يوقع انفجار. يعني وإحنا ما نشوفش فما تغيير، حتى مثلا ثورات اللي تقوم أنت تشوف توا في أي بلاصة تشوف مثلا ثورة قامت، لكن عندما ترجع لتاريخ هذيك الثورة تلقاها معناتها قديمة ياسر، يعني بالتراكم. كيما مثلا نجيو مثلا نحطوا مثلا حاجة ونبدأ نهبطوا فيها بالقطرة 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 بالماء بالقطرة بالقطرة، يجي وقت من الأوقات فهمت الكاس ولا الإناء اللي نهبطوا به في القطرة في القطرة يفير ولا يطيح ويوقع انفجار. هكذا وقع في الكون معناتها من الأول، هذه ما يسمى معناتها قانون طبيعي، ديما يوقع تراكمات 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 ثم يوقع الانفجار. إذا البشرية مدة مئات الآلاف من السنين وهي تعمل في التراكمات حتى لين وصل تكوين العقل الإنساني اللي ولا معناتها يسرع في التطور، يعني من المهارة متاع اليدين ولا يخمم ولا يفكر ولا يتصور ولا معناتها عنده أفكار بعيدة ولا يخلق. هذه نقطة ياسر مهمة، وهذا يعتبر قانون طبيعي في الكون. فهمت الأمور عندما توقع ما توقعش هكاكا، حتى مثلا شتاء ولا عاصفة ولا زلزال، الزلزال كيفاش يوقع؟ يعني طبقات بتاع الأرض تبدأ تقترب وتتحرك بشوية 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 أوب ويوقع زلزال. العاصفة كيف كيف، السحاب يبدأ يتلم بشوية 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 أوب وتوقع عاصفة. إذا هذه ماهيش معجزة،
الإنسان اللي يفهم القوانين الطبيعية يعرف اللي هذا التغيير اللي وقع للبشرية في 15,000 سنة الفارطة فهمت، وبهذه السرعة ماهوش صدفة. حتى تو الإنسان في الوقت الحاضر يعني تشوف أنت في 100 سنة أو في 200 سنة الفارطة اللي عملته البشرية ما عملتوش في 15,000 سنة. إذن هذه ما هيش معجزة ولا أمر من السماء ولا وحي ولا مخلوقات فضائية ولا أي شيء آخر، هذا قانون طبيعي، تراكمات ثم انفجار، حتى الكون تكون بالطريقة هذه. هذه معناتها نقطة حبيت نركز عليها، أنا في الفيديو هذه حبيت نركز على بعض النقاط. احنا تكلمنا عن حضارات ما يسمى بالحضارات المنسية في الفيديو اللي قبل هذا، يعني أجمع تقريبا العلماء، أغلب العلماء رغم اللي بعضهم يحاول بشي يقول لك أول حضارة هي حضارة البابليين، وبعد يقول لك لا الأشوريين، وبعد يقول لك الفراعنة، وبعد يجي يقول لك لا السومريين، وبعد يجي يقول لك لا واد السند، فهمت؟ لكن الحقيقة ماهيش هذيك. يعني أجمع العلماء الآن إن الحضارة تكونت في كل مناطق العالم بدرجات مختلفة، وكل واحد عنده الاختصاص متاعه، كل واحد عمل الاختصاص متاعه. مثلا نجي نشوفه مثلا وقتا نتكلموا مثلا على حضارة النوبة، ما نتكلموش عليها حضارة النوبة اللي هي معناتها السودان وجنوب مصر، نتكلموا على الحضارة الفرعونية، ولكن الحضارة الفرعونية ما جاتش هكاك، فما حضارة قبلها وهي أقدم من الحضارة الفرعونية موجودة في جنوب مصر ووادي النوبة، فهمت؟ وهي أول فهمت من استعملت الفخار. نجي نشوفوا مثلا حضارة واد السند اللي توا ولينا نتكلموا عليها ونقولوا اللي هي أقدم من السومرية، لأن فما أدلة دامغة، فهمت؟ كانت أول من استعمل الحديد والمعادن وصقل المعادن. نجي نشوفوا مثلا منطقة الشام، منطقة الشام يعني نلقاو مدينة عندها 9,000 سنة. صحيح الأدلة قليلة ولكن فما علامات تدل. هذه حاجة. نقطة ثانية مهمة، إن قبل كانت الأرض كما نقولوا احنا تتسع للجميع، وكانت كل حضارة تسخايب روحها هي مركز العالم، فتحسب روحها هي وحدها. تو احنا وقت نجيو نشوفوا ما نلقاوش منطقة في الأرض ما قامتش فيها حضارة وإلا شاركت في الحضارة. نجيو نشوفوا إفريقيا، فما الحضارة مثلا نتاع النوبة، فما حضارة نتاع الفراعنة، فما الحضارة الأمازيغية اللي هي تسبق مصر ب 1500 سنة في التحنيط. الكتابة الأمازيغية تيفيناغ فهمت حتى الآن ما يعرفوش الأصول نتاعها من فين، فما اللي رجعها ل 12,000 سنة. عندما نمشيو مثلا أمريكا اللي هي معناتها تعتبر احنا نقولوا قارة جديدة وجايبيننا الكذبة متاع اكتشفها كريستوف كولومبو، يعني كله كذب، لأن في الحقيقة قبل كانت الحضارات، قبل العلم والعصر الحالي هذا اللي ولا معناتها كل شيء من نجم نقوله احنا بالمفضوح، كانت الدول أو الإمبرياليات اللي تحب تسيطر تخلق لنفسها تاريخ وتخلق لنفسها هيلمان على أكاذيب، وترد روحها هي مركز العالم وهي عندها كل شيء، وديما يعني يعملوا هذاك الشيء باش يعطيوا شجاعة للشعب نتاعهم ولا للشعوب اللي يحكموا فيها باش يستعملوهم للحروب وللغزو وللسيطرة. يجي مثلا الغرب وأوروبا يقول لنا أول من اكتشف أمريكا كريستوف كولومبو، وهذه معناتها كذبة. المشكل اللي احنا في الدول نتاعنا يكذبوا علينا فهمت، فوق اللي يكذبوا علينا فهمت ما يعطيوناش الطريقة للوصول للمعلومة. إلا الآن يعني أخيرا مع الأنترنت يعني نجموا نوصلوا للمعلومة، وكما قلت لكم ونعاود نقول لكم نوصلوا للمعلومة بلغات أخرى غير اللغة العربية اللي نتكلموا بها، وتنجي نبحث في اللغة العربية نلقى غير الكذب فهمت، يعني الصيد يردوه نعجة، يعني يقلبوا كل شيء باش يخرجوك، حتى مثلا يقول لك الساميين هما اصلهم العرب، يعني العرب هما الساميين فقط، يعني الاخرين يعتبروهم فروع
معناتها انفصلوا يعني على العرب، يجي يقول لك مثلا كذا هي هذيك هي الحقيقة، يعني يمركز روحه حول الشعب نتاعه وحول المنطقة نتاعه. لكن في الغرب رغم أن العلم معناتها تطور والمعلومة تنجم توصل لها، لكن فما تعتيم من نوع آخر، يعني ما يسمى تعتيم إعلامي. مثلا ميجيش توا مثلا في أوروبا يقول لك لا رانا كذبنا، راهو كريستوف كولومبو مش هو أول من اكتشف أمريكا، ما ينجمش يجيو يقولوا هكا في الإعلام، لا. ولكن وقت تبحث على الإنترنت تكتشف أن كريستوف كولومبو مش هو أول من اكتشف أمريكا. هذا معناتها مثل من الأمثلة. اللي حبيت نقوله اللي احنا توا لو ناخذوا أي منطقة في العالم، سواء في أوروبا، سواء في آسيا، سواء في أمريكا، سواء في إفريقيا، شنو نلقى؟ نلقاو النجم فما أدلة تدل على أنها أقدم حضارة. فهمت؟ النجم نرجع مثلا للشعوب متاع أمريكا الجنوبية، البيرو، ولقينا آثار توا في الوقت الحاضر تعود إلى 15,000 سنة، وفما يقول لك 20,000 سنة. يعني هذه معناتها كي تحب أنت تركز على حاجة وتنسى الحاجات الأخرى تنجم تعملك هيك، وتنجم تكذب على الناس. هذاك علاش أنا نطلب من الناس، يعني من الأشخاص اللي يسمعوا فيا واللي نجموا يوصلوا المعلومة، ما تصدقوش كل شيء، ابحثوا ابحثوا، راهي الحقيقة موجودة لكن انتوما ما كمش تشوفوا فيها، ولأن الإعلام ما هوش قاعد يظهر فيها لأنه يخدم بها مصالح شخصية واقتصادية وسياسية. هذه معناتها النقطة ديما أنا نركز عليها، ابحث ابحث، ما تجيش مثلا نجي ندخل ساعات أنا نبحث في بعض في الانترنت نلقاهم يتعاركوا، لا السومريين هما أقدم وحود، لا الكلدن هما أقدم وحود، لا الأشوريين هما أقدم وحود، لا لا خريجيهم يقول لك البلوش ولا واد سند هما أقدم وحود وهما اللي جاء منهم الإنسان العاقل مش من إفريقيا، ولا خرج يقول لك لا إفريقيا هي أقدم حضارة والمصريين هما أقدم حضارة وهما أم الدنيا. فهمت؟ يجيوا الأوروبيين يقول لك الإغريق وحضارات أخرى موجودة في أوروبا كانت أقدم من الحضارات الكل. نجم من كل بلاصة نلقاو الأدلة على أنها أكبر حضارة، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن الحضارات تكونت في عدة مناطق وكل واحد عنده الاختصاص نتاعه. علاش خلى التركيز على منطقة الشرق الأوسط؟ هذا هو السؤال. احنا نعرف أن منطقة الشرق الأوسط هي مفترق طريق بين ثلاثة قارات مهمة، هي قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة إفريقيا. إذا الشعوب على حسب الأدلة العلمية العاقلة خرجت من إفريقيا وقتها وصلت للشرق الأوسط، في ذلك الوقت الشرق الأوسط ما كانش حاجة مهمة، يعني قبل 150,000 سنة، يعني ما كانش مهم جدا، فكانوا يتسعوا في المناطق ومشاو عمروا أوروبا ومشاو عمروا أقصى آسيا. وقتها اتسعوا في القارات هذه وصلوا حتى لأمريكا، فهمت؟ لقاو مشاكل متاع ما يسمى الحيوانات والمخاطر متاع الحيوانات، ولقاو شعوب أخرى، فهمت؟ دخلوا في صراع معاها أو اندماج معاها وخذاو منها، فهمت؟ وقضوا عليها. من بعد فما فترة من المراحل متاع الإنسانية أن مع صعوبة العيش فما كثير منهم عاودوا رجعوا لمنطقة الشرق الأوسط، سواء من أوروبا نتيجة الثلوج وكثرة البرد، مش الكل أما بعضهم عاودوا ورجعوا للشرق الأوسط. واللي مشاو لأقصى آسيا، فهمت؟ زاد نفس الشيء، الظروف والجبال العالية وكل شيء وقلة العيش، عاودوا ورجعوا للشرق الأوسط. وجماعة من إفريقيا عاودوا خرجوا ومشاو للشرق الأوسط. إذا منطقة الشرق الأوسط هي منطقة ما يسمى لقاء الحضارات. وكان وقتها هما مشاو وعاودوا ورجعوا، بالطبع باش يجيبوا معاهم الحاجات اللي تعلموهم، وهذا معناتها الدوم معناتها آلاف السنين. ولكن الشيء المميز والظروف والعوامل اللي خلات ظهور الحضارة بطريقة مفاجئة معناتها بين قوسين في منطقة الشرق الأوسط هي ما يسمى بالكوارث الطبيعية اللي وقعت في آخر العصر الجليدي والفيضانات، خاصة عندما نعلم أن الحضارات كلها قامت قرب البحار وقرب الأنهر الكبيرة، سواء في أوروبا، سواء في إفريقيا، سواء في آسيا. وهذه الكوارث قضت على كثير من الشعوب
وفي نفس الوقت هناك شعوب بقات غاديكة وهناك شعوب هاجرت وهربت. فين هربت؟ هربت المنطقة الشرق الأوسط. إذا نجم نقولوا منطقة الشرق الأوسط هي ملتقى الحضارات الإنسانية كلها، وهذاك علاش معناتها نشوفوها حاجة كبيرة كأنها جات من السماء، وهي في الحقيقة أمر طبيعي أدت إليه الظروف والعوامل اللي أدت إلى ظهور الحضارة السومرية. يعني هذه نقطة ياسر مهمة حبيت نأكد عليها، وكما قلت لكم يعني الفيديو هذه هو ملخص، نحب معناتها نعمل كما نقولوا احنا قنطرة باش نبداو ندخلوا في صلب الموضوع متاعنا اللي هو منطقة الشرق الأوسط. مانيش باش ندرس انا الإغريق ولا الفراعنة ولا الأشوريين ولا الكلدن ولا الكنعانيين ولا فهمت الآسيويين ولا الصين. الصين عندها حضارة زادة، الصين عندها حضارة كبيرة وقديمة جدا. الهند نفس الشيء، منطقة باكستان كما قلت لكم، يعني كلهم عرفوا حضارات، وحتى طبعا أمريكا اللي تم إهمالها وتقزيمها من أجل استعمارها والقضاء عليها. إذا الفترة هذه قبل ظهور الحضارة السومرية كان الإنسان عنده مشاغل أخرى، وكانت الأرض متسعة ومكان للجميع وعدد السكان قليل والمدن صغيرة، فهمت؟ ما كانتش فما حروب كبيرة، كانت الحروب معناتها ضد الطبيعة، ضد الحيوانات المفترسة، ضد المناطق الغابات والجبال، وضد معناتها موجودات أخرى أقل تطور منا. ولكن عندما توجدت الحضارة السومرية بدأت ما يسمى نوع من الاحتكار، خاطر قبل كانت المعلومة تتنقل، يعني واحد يكتشف الفقار في بلاصة يمشي لبلاصة أخرى ينقلها، هذا الحديد ينقله، كل واحد يعلم الآخر وفما تبادل تجاري ومعلوماتي. لكن الحضارة السومرية عملت نوع من الاحتكار، يعني خاصة عندما ظهرت الكتابة ولات تكتب المعلومات متاعها وتخفيها. وكما قلت لكم يعني الكتابة ظهرت في واد السند، وحتى الكتابة الأمازيغية تعتبر من الكتابات القديمة، وبدأت في الأول عن طريق صور ثم رموز، ثم بدأت تتطور بطريقة طبيعية، فهمت؟ إذن هذا الاحتكار للعلم، علاش؟ الاحتكار للعلم زوز حاجات مهمة ظهروا، هو الاحتكار للمعلومة وفكرة الدين المصطنع. على خاطر فما أشخاص حتى الدين معناتها ماهوش ظهر هكاكا، هو كان موجود الدين الطبيعي اللي يسأل أسئلة وجودية وبحث فلسفي وفكري وغيره، وهذا كان موجود، فهمت؟ لكن فما أشخاص، ديما فما أشخاص ينتبهوا إلى خوف الإنسان الطبيعي من المجهول، فبشوية بشوية أشخاص كما يقولوا معناتها الأديان تتكون عندما يظهر واحد ذكي واحد كما نقولوا احنا بهيم، وقت يظهر واحد ذكي واحد بهيم يتكون دين، يولي هذاك معناتها حاجة مهمة. هي في الحقيقة الأديان هذه المصطنعة تكونت من بين أشخاص يحبوا السلطة ويحبوا يحكموا ويحبوا يسيطروا، وأشخاص ما يسمى كهان يعني من بينهم، وشعب عادي يعني كيما نقولوا احنا العامة والخاصة وخاصة الخاصة. هذوما ما يسمى بالكهان هما اللي يوفروا الظروف للملوك باش تحكم. وهكاك ظهرت الفكرة ان الملك هو جاء من كوكب اخر، والا معناتها جاه معناتها هو نصف آلهة ولا هو إله ولا غيرها، وبهذيك الطريقة شافوا اللي نجموا يحكموا الناس وينجموا يسيطروا عليهم، وبداو يجيبوا لهم القوانين. ما يجيش واحد مثلا يقول لواحد لا لازمك تعمل هكا، لا لازم يقول له الإله ولا الرب ولا اللي صنعنا هو اللي عمل هذاك الشيء باش الآخر يصدق ويتبع، ومن هنا بدأت تنظم الحياة. ولكن الاحتكار اللي قام به السومريين والسرية، ما يسمى بداية الحركة السرية، يعني ما يسمى الخزائن متاع الملك متاع الملك اللي فيها معلومات خاصة، والكهنة ما تعطيش المعلومات للناس على خاطر ما يسمى المجمع الكهني هو المهمة متاعه، هو انه يخلي الشعب فهمت يتحكم من طرف الملك، يعني لازم هذاك هو الهدف متاعه، كلها هي مصالح. وفي نفس الوقت
ان الشعب يقدم حياته ويموت من اجل الملك ومن اجل الارض اللي هو موجود فيها. هذه يعني بدات حكايه الفكره في الاول. هذاك علاش يعني وعندما بدا يوقع هذا نوع من الانانيه والاحتكار، بدات ما يسمى من اجل القضاء او معرفه تلك الاسرار لازمك تقضي على الطرف المقابل. السومريين وقت احتكروا العلم وحاولوا معناتها باش يمنعوا الشعوب الاخرى باش يعرفوا المعلومات، وقعت اتساع في دولة سومر، وفما الكلدن اللي هما معناتها مندمجين مع السومريين، قالوا اش بهم هما يحكموا؟ واش بهم هما عندهم كل شيء؟ فهمت؟ يا اخي وقعت ما يسمى بثورة في شمال سومر أدت إلى ضعف سومر وقيام ما يسمى الحضارة السومرية الكلدانية. ولكن هذاك ما دامش كثير، يعني بدات الحروب توا، بدات الحروب والهجومات باش ياخذوا المعلومات. نزلت زادة ما يسمى الشعوب اللي موجودة معناتها في الجبال شمال العراق اللي هي منطقة كردستان، وحاولوا يسيطروا على الكلدن وعلى السومريين ويسرقوا المعلومات متاعهم ويستولوا على أراضيهم. من بعد حتى هما معناتها السومريين والكلدن قاوموهم، يعني هذا أول استعمار نجم نقوله معناتها مثبت تاريخيا، فهمت؟ وحروا البلاد متاعهم، وقع ما يسمى بالهجوم اللي من منطقة الشرق، منطقة إيران اللي هي توا منطقة خوزستان اللي هي غرب إيران، العلاميون وهجموا على سومر وحرقوها وفنوها وخذوا كل المعلومات متاعها، وكل واحدة تجي تسرق وتنسب هذاك الشيء ليها وتحاول باش تمحيها كليا. يعني بدات ما يسمى المنافسة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة صغيرة واكتظاظ الثقافة والمعلومات والشعوب كما قلت لكم، اللي مشى لأوروبا ورجع، واللي مشى لأقصى آسيا ورجع، واللي خرج من إفريقيا، واللي توجد غاديك معناتها عنده مدة طويلة، هذاك الكل ما يسمى خلق ثراء ثقافي وفكري، وبدأت تتكون ما يسمى فكرة الشعوب، وكل واحد ولا يحب ما عادش يعطي المعلومة كما قبل. هذاك علاش قلت لكم يعني قبل السومريين كانت العباد تتبادل، كانت الناس تتبادل المعلومة وما كانش فما احتكار، لكن مع الوقت ولا هناك احتكار، لأنهم فهموا أن احتكار المعلومة هي سبب القوة. حتى السلاح في الأول الإنسان صنع سلاح باش يدافع به على روحه من الحيوانات المفترسة ولا للصيد أو للأكل، من بعد ولا يستخدم السلاح هذاك ضد بعضه من أجل السيطرة على الآخر نتيجة الأنانية والاحتكار. ثم يعني في المنطقة هذيك، يعني بعد ما معناتها طاحت سومر، قامت ياسر حضارات أخرى، وقامت حضارات يعني ظهرت مثلا الحضارة الفرعونية، يعني ظهرت في إفريقيا، وظهرت مثلا في الشرق الأوسط عندك الآشوريين، وبعد ظهر البابليين، ومن بعد ظهر الكنعانيون، وبعد الفينيقيون والإغريق، وبدأت تظهر حضارات الصين، وبدأت تظهر عدة حضارات في العالم. لكن منطقة الشرق الأوسط كانت هي أكثر اكتظاظ بالحضارة، وكانت هي أكثر اكتظاظ بالمعلومة وبالحروب، وبدأت الحروب. المشكلة اللي وقع أن لو نشوفوا الثلاثة قارات هذم نلقاو كل قارة فيها منطقة متقدمة لمنطقة الشرق الأوسط، اللي هي مثلا أوروبا نلقاو منطقة اليونان والإغريق هي منطقة متقدمة. نجيو نشوفوا إفريقيا نلقاو اللي مثلا مصر هي منطقة متقدمة للشرق الأوسط. نجيو نشوفوا آسيا نلقاو إيران هي منطقة متقدمة من الشرق الأوسط. إذا هذوما الثلاثة نقط اللي هي إيران، الإغريق ومصر، فهمت؟ مصر تجمع كل، معناتها جمعت كل الحضارات اللي قامت في إفريقيا، والإغريق جمعت كل الحضارات اللي قامت في أوروبا، وإيران أو الفرس جمعت كل الحضارات اللي موجودة ما وراء، فهمت؟ إيران خاصة منطقة باكستان وأفغانستان وغيرها، رغم اللي الصين وأمريكا والهند قعدت نوعا ما شوية معزولة، فهمت؟ يعني بعيدة جدا على الشرق الأوسط، لأن القارة الآسيوية هي كبيرة جدا ومتسعة جدا. بينما هذوما الثلاثة نقط كان الهدف متاعهم أنهم يسيطروا على منطقة الشرق الأوسط. علاش؟ على خاطر يعرفوا أن المنطقة هذيك هي منطقة استراتيجية،
يعني كي توصل تسيطر على منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للفارسي إنه يسيطر على أوروبا ويسيطر على إفريقيا. بالنسبة للإفريقي السيطرة على الشرق الأوسط يعني الوصول إلى أوروبا والوصول إلى آسيا كلها. وبالنسبة للأوروبي الإغريقي السيطرة على الشرق الأوسط يعني أصول لكل آسيا وأصول لكل إفريقيا. يعني هذيك المنطقة كانت استراتيجية وكانت مجال معناتها وكانت عبر التاريخ من بداية الإنسانية الحروب، وهي منطقة بين كر وفر. وطبعا فما الناس اللي يسكنوا فيها واللي هما زاد خليط، المشكلة اللي هما خليط يعني وصولهم يعني فما اللي مشى لأوروبا ورجع، وفما اللي من إفريقيا، وفما اللي من آسيا، يعني خليط شعوب. هذاك هو اللي كون ما يسمى أساميين، وفما زاد وحود أخرين يعني جاوا واندمجوا وأصبحوا حتى هما ساميين، يعني تسموا ساميين. وبدأت تتكون أهمية منطقة الشرق الأوسط على أنها هي قلب العالم. إذن هوني معناتها وتسقوط الحضارة السومرية وقامت الحضارة الأشورية والبابلية والفرعونية بدأت تظهر معتقدات أخرى. فهمت؟ مثلا نجيو نشوفوا مثلا في مصر، هما اللي جابوا فكرة الإله الأوحد، وهما اللي جابوا فكرة معناتها البعث. هذاك علاش كانوا يحنطوا، وهذا معناتها موجودة كما قلت لكم الطحنيط قبل 1500 سنة قبل الفراعنة، معناتها آخر اكتشاف لمومياء معناتها في صحراء ليبيا تدل على أن الأمازيغ كانوا يعرفوا التحنيط من قبل. فهمت؟ يعني هذه معناتها مسألة جدا مهمة. وهنا نجي نشوف مثلا الديانات اللي توجدت مثلا عند الإغريق، هي ديانات أنصاف آلهة زادة نفس الشيء وكلها تتقارب مع بعضها. إذا شنو بدا يتكون وقتها؟ معناتها فهموا اللي الدين مهم جدا لتسيير الحروب وللسيطرة. هنا بدا ما يسمى كل واحد ينسب روحه اللي هو الكل، واللي هو ممثل هذه القوة الغيبية. كل ملك يحب روحه هو ممثل وخليفة الله على الأرض، وأنه يحب يسيطر على كل الشعوب. هنا بدأت تظهر أن كل شعب كان عنده الدين متاعه في الأول. يعني نشوفوا مثلا اليهود، اليهودية هي دين لليهود. طيب مثلا نقولوا احنا اليهود أصلهم من أورا، ولكن وقت نرجع للتاريخ نلقاو أن هناك هجرة، فهمت، من منطقة الشام يعني جهة المنطقة هذيك نحو سومر قديما، تم الهجرة إليها من كثير من المناطق. ويمكن أن الشعب اليهودي، فهمت، جاء من هذيك المنطقة وسكن في جنوب العراق. وقت سقطت سومر وقاموا الأشوريين والكلدن والبابليين، جاءت فكرة إبراهيم للعودة للأصل البلاد كنعان، رغم اللي هو معناتها اصله من غاديكا. فهمت هنا؟ يعني تشوف معناتها وقت رجع لقى روحه معناتها كيما نقولوا غريب، يعني كيما نقولوا احنا مثل في تونس اللي مشى للصيد، فهمت، يفقد بلاصته. هو مثل فرنسي معناتها كي باغ على شاس بيغ سا بلاص، يعني الانسان اللي يمشي للصيد يعني يفقد المكان نتاعو. الشعب اللي هذا معناتها اولاد ابراهيم ويسمى الابراهيميين جايين من منطقه الشام، من منطقة هذيك وعمروا جنوب العراق. ثم كلي معناتها حسوا وبداوا، فهمت، هما معروفين يعني بالتجارة وبالواحد، خذوا المعلومات هذيك وحبوا يرجعوا ما يسمى بالأرض الموعودة. يعني لو نربطوا التاريخ حتى معناتها، أنا ديما نقول الأديان رغم معناتها كذبها ورغم تلفيقها ورغم كل شيء، لكن تحمل ذاكرة بشرية. كيما قلت لكم حكاية الطوفان ذاكرة بشرية. أو مثلا يقول لك مثلا يجي واحد يقول لك مثلا وهبطوا منها جميعا اللي موجودة في القرآن. يمكن كانوا كما معناتها السومريين يعيشوا في الجبال، سواء في جبال السند وإلا في جبال منطقة كردستان، وهبطوا من الجبال إلى منطقة جنوب العراق، وهذاك هبوط خاطر موجود حتى في القرآن، يعني موجود وقت يقول على بني إسرائيل اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. يعني الهبوط ليس يعني من السماء، يعني من منطقة عالية إلى منطقة واطية، وإلا من الشرق إلى الغرب تنجم تتسمى هبوط. هذاك علاش فما بعضهم يقول لك إن الإنسان العاقل جاء من منطقة السند، أو الحضارة جاءت من منطقة السند، وهذا ممكن. فهمت؟ كما قلت لكم يعني كل شيء ممكن، ولكن الإجماع نتاع العلماء إن الحضارات قامت في جميع المناطق، ولكن الحضارة
اللي يجتمع فيها كل الطاقات البشرية هي اللي تظهر وهي اللي تنسب كل شيء لها. تو وقت نجيو نقولوا أمريكا حضارة، أمريكا حضارة مثلا أو مدنية أو حاجة، يا أخي ما جمعت من كل شيء، من إفريقيا، من آسيا، من أوروبا، فهمت؟ خليط ومن السكان الأصليين، فهمت؟ أو أوروبا نفس الشيء، خليط، فما مثلا من إفريقيا خرجوا، فما الأمازيغ، فما الحروب اللي وقعت. تو احنا وصلنا مرتبة من الوعي ما عادش نحتاجوا لهذا الشيء، والعالم بدا يوعى، وقد ما الشعب يوعى المشكلة اللي شعوبنا ما زالت جاهلة. يا ناس اوعاوا، ابحثوا، اقراوا اقراوا، اطلعوا، ما تصدقوش كل حاجة، ما تربطوش حياتكم بجهة واحدة، ما تغزروش جهة واحدة، ما تحسبش روحك اللي انت مركز العالم. حتى واحد ما هو مركز العالم، حتى فكرة الإنسان أنه مركز العالم غالط. لازمك تجعل روحك مندمج ضمن الكون، ما فماش فرق بينك وبين النجمة اللي في السماء، انتوما زوز موجودين في هذا الكون، ولا بينك وبين النمالة ولا الخنفوسة ولا أي حاجة أخرى، غير كل واحد عنده الاختصاص متاعه. والبشرية توا قاعدة تتطور، توا عندها آلاف السنين، 6000 ولا 10000 سنة، 6000 سنة تقريبا، يعني وقت نجيو نحسبوا التاريخ اليهودي والتواريخ يقول لك آدم ظهر عنده 7000 سنة. في الحقيقة آدم ظهر، معناتها فكرة آدم، من وقت الإنسان حب يسيطر، حب يجعل روحه خليفة الله في الأرض، أو خليفة المخلوقات الفضائية، أو خليفة السنافرة والتنين الأحمر، فهمت؟ علاش؟ باش ينجم يسيطر على الناس ويستخدمهم ويستعبدهم، خاطر بدات وقتها تظهر فكرة العبيد، فهمت؟ يعني أشخاص يعني ولوا عبيد باش يستعملوهم في الحروب ويستعملوهم في الخدمة، يعني الطبقية الاجتماعية بتظهر، معناتها الملوك والحكام، الكهان اللي يخدروا في الناس، فهمت؟ الأغنياء واللي عندهم معناتها السلطة المالية باش يبيعوا ويشريوا، والتجار، وطبقة العبيد والفلاحة، يعني بدات تتكون هذه معناتها الترتيب اللي نسميوه احنا الترتيب الاجتماعي اللي نعرفوه توا. من هنا بدات تتكون ان كل شعب، كل شعب بدا يكون الدين متاعه الخاص. ومن هنا ظهرت فكرة اليهودية كما قلت لكم. لكن المشكلة ان كل واحد يحب يحكم على الاخرين، وهذه الفكر الامبريالي اللي احنا مازلنا فيه توا مع الاسف، فهمت؟ في الوقت الحاضر مازلنا نعيش في اواخر مراحل، فهمت؟ الامبرياليه والسيطره على العالم. تشوف الاسلاميين يحبوا يسيطروا على العالم، تشوف الغرب ومنعرفش الماسونيه تحب تسيطر على العالم، الصهيونيه تحب تسيطر على العالم وتاخذ الثروات نتاعها ودرا شنو، كل واحد كيفاش، وكل واحد يحب يسيطر اقتصاديا، واحد يحب يسيطر اعلاميا، واحد يحب يسيطر عسكريا، وكل واحد كيفاش يحب يسيطر. إذا نظن احنا توا البشرية لازمنا ننتهيو من هذه المرحلة اللي بدات باليهودية، فهمت؟ يعني وقبل اليهودية بيان سور، يعني فما الزردشتية وظهرت عدة ديانات أخرى موجودة، فهمت؟ كلها يعني اليهودية الفكرة متاحة اللي حبوا رواحهم منهم شعب الله المختار، ولكن هذه الفكرة تكسرت من بعد وجات فكرة ما يسمى إجبار الناس على دخول الدين كما المسيحية. المسيحية هي اللي فتحت الباب ما يسمى بالتبشير، يعني إقناع الآخرين بالدين، وتبعها طبعا الإسلام في نفس الأسلوب، يعني تولي ولات معناتها الحروب الدافع متاعها ديني. اللي بدأ بالحروب الدينية هم المسيحيين نجم نقول، فهمت؟ من بعد الآخرين الكل تبعوهم. إذا هذا هو معناتها الفيديو، هو مش طويل ياسر حبيت نعمله. اللي حبيت نوصل انه مانيش باش نتكلم على الحضارة هذه الآشورية وكل شيء، خاطر تنجموا ترجعوا الانترنت وتبحثوا فيها وتلقاو كل المعلومات. اللي حبيت نوصل له كفكرة هوني ان الانجازات البشرية مهما كانت ليس ملك احد، هي ملك الإنسانية كلها، بل ملك الموجودين كلهم مهما كان. أنا درجة الوعي وتنوصل لها معينة، نولي نحترم الحيوان، نولي نحترم النبات. احنا كل شيء بشي يتبدل فينا، يعني بعد يمكن 100 سنة شوفتوا مثلا في 200 سنة شنو تبدل.
بعد 100 سنة الأمور باش تتبدل، باش نخرجوا من كوكب الأرض، باش نوليو نعيشوا في كواكب أخرى. إذا لازمنا نتجاوزوا، توا احنا باش نقدموا على حرب أخرى، حرب لتنظيم هذا الكون، لأن ما نجموش نقعدوا دائما تابعين للنظام الكوني. كان احنا مثلا، أنا شخصيا نعتبر الإنسانية مازال تابعة للنظام الطبيعي، إنسان مازال يستعمل العنف، إنسان مازال يستعمل الحرب، إنسان مازال يستعمل الكذب، إنسان مازال يستعمل الأنانية، إنسان مازال يعمل السرية، الإنسان مازال يحب يسيطر على الآخر ويقضي عليه، الإنسان اللي يحب ياخذ للآخر ويسرقه. هذه كلها تعاملات متاع الغابة، متاع الطبيعة. كل واحد يحب يقضي على الآخر، البحر يحب يقضي على الجبل، الجبل يحب يقضي على البحر، الصحراء تحب تقضي على النبات، النبات تحب تسيطر على الأرض. احنا مازلنا ضمن النظام الطبيعي، واحنا وصلنا لدرجة من الوعي لازمنا نعرف نفرقوا من بين الحاجة الباهية والحاجة المش باهية. صحيح الطبيعة فهمت تعتبر قوية علينا، ولكن احنا توا في الوقت الحاضر الإنسانية يعني أخضعنا الطبيعة بصراحة. قبل كنا نخافوا من الصيد يجي ياكلنا، يطلع في الشجرة ياكلنا. إذا توا نتحكموا في كل شيء تقريبا في أكثر الأشياء، ومازلنا باش نزيدوا نتحكموا. إذا هذه معناتها الارتباط بالطبيعة، وهذا معناتها موضوع تمرنا معناتها نعمله، أنا عملته ما كملتوش في الحقيقة، حول الإنسان، ما هي الأشياء اللي مازالت تربطنا بالطبيعة واللي هي تعتبر غير إنسانية. ذاك علاش أنا الإنسان نعتبره في الوقت الحاضر هو يعيش المراقبة الإنسانية، وإن في انتهاء الحروب وانتهاء الصراعات وانتهاء الاستغلال، لا فما لا حياة بعد الموت، ولا حتى كان فما ما هي شغلنا. فهمت؟ المهم إن الناس كما معناتها فما قولة تقال رغم اللي ميستعملوهاش، من لم يعيش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرته. لازمنا كلنا نعيشوا الجنة هوني. كيفاش أنا باش نمشي الجنة منعرفش شنيا الجنة؟ على الأقل واحد يعمل تحذيرات، واحد حتى باش يسافر لمدينة ياخذ معلومات، يحاول باش يتأقلم على البلاصة اللي ماشيلها. لازمنا الأرض هذه، إفريقيا علاش مهملينها؟ إفريقيا وآسيا وأستراليا وغيرها وغيرها وأمريكا، ما فماش واحد ياخذ أكثر من واحد. كلنا بشر عندنا أهداف أخرى، عندنا مشروع إنساني أهم من المادة والصراعات المادية والحروبات والعرك والكذب والنفاق والقتل والسياسيين، وهذا يحب يسيطر على هذا وهذا يحب ينكح هذا. شنو الحكاية هذه؟ إلى متى احنا البشرية باش نقعدوا في هذا المستوى؟ إذا أنا في الفيديو هذا حبيت نعمل كيما نقولوا وقفة حول مسألة الحضارات المتتالية، الحضارات بالمئات وبالآلاف تعدات. لكن كما قلت لكم منطقة الشرق الأوسط هي مركز الخلافات بسبب هذه المشكلة اللي تحولت من سيطرة شعوب، اللي ظهرت الشعوب الأنواع متاع الشعوب، ثم ظهرت ما يسمى فكرة الدين. خلينا توا في الشرق الأوسط صراع ديني منذ ظهور المسيحية والصراع ديني. يعني لو اليهودية هي فتحت الصراعات العرقية، فهمت النجم نقوله، يعني هي قبل اليهودية، معناتها قبل اليهودية، بل اليهودية خذتها معناتها هي خذتها معناتها كشيء مقدس. يعني قبل اليهودية كانوا الكلدان يحبوا يسيطروا على فهمت سومريين، والفرس يحب يسيطروا على منطقة العراق، والاخرين يجيوا من كردستان يحبوا يسيطروا على منطقة الجنوب تاع العراق، وهذوما الكنعانيين يحبوا يسيطروا على فلان، والاشوريين يحبوا يسيطروا على الفينيقيين، والاغريق يحب يسيطر، كل واحد يحب يسيطر على الاخر. لكن وقت جات الفكر اليهودي بدات فكره ما يسمى الشعب المقدس او الشعب الله المختار. هنا انتقلنا من فتره الملك نصف الاله او الاله كما الفراعنه ولا غيرهم الى الشعب المختار. ثم جات المسيحيه وفتحت الباب ما يسمى بتبديل فكره العرق بفكره الايديولوجيا واللي تبعها الاسلام. المهم احنا هذا اش حبينا نقوله في الفيديو هذا، مانيش باش نطول اكثر من هذا، خير حبيت نعمل لكم يعني حوصله على المساله، وننتقلوا في الفيديو القادم باش نتكلموا
على الديانات اللي ظهرت في الشرق الأوسط. وشكرا على المتابعة، وشكرا على توزيع الفيديو، وبسلامة، وفي فيديو قادم، وبسلامة، وشكرا على المتابعة.